لسائل أن يسأل من أين لنا هذا التقسيم وما دليل هذا التقسيم؟ الجواب: دليل هذا التقسيم يسمى الاستقراء. ومعنى الاستقراء: تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدناها بالنسبة للمطالب الإلهية تنقسم هذه الأقسام الثلاثة: نصوص تدعو العباد بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، والنصوص التي تأتي في هذا المعنى يؤخذ منها توحيد سميناه توحيد العبادة، ونصوص تخبر بأن الله وحده هو خالق كل شيء وهو مدبر الأمور وهو المعطي المانع وهو النافع الضار، ما كان من هذا القبيل يسمى توحيد الربوبية. وهناك نصوص تصف الله بأنه سميع عليم وأنه سميع بصير عزيز حكيم وغير ذلك من الأسماء والصفات، هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات. إذن لم نخرج من الكتاب والسنة في تقسيمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، لذلك لا يرد قول المعترض بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم جديد لا أصل له. الجواب ما سمعت: إن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، والدليل الاستقرائي مسلم به عند أهل العلم والمعرفة، وأكثر من يبحث في هذا النوع من الدليل علماء الأصول، هكذا يتضح سر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.